فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يمر عليه اليوم واليومان وهو لم يقرأ شيئا من القرآن ما عدا الصلاة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وهل ذلك نفاق؟ هذا جفا، ما هو نفاق إن شاء الله، لكن جفا، هذا جفا للقرآن وهجر، هجر للقرآن، يجعل المسلم له حظا من القرآن في كل يوم ولو لم يكن كثيرا، يجعل له حظ من القرآن، يقرأه كل يوم حتى يحفظ القرآن، حتى يختم القرآن كله. ولا ينبغي أن يزيد عن شهر من ختم القرآن، أن يختم القرآن في كل شهر، هذا على الأقل. نعم.